وللمتابعة وتفاصيل أكثر ينضم إلينا من بنغازي عبد العزيز الفاخري مراسل الغد. إذن عبد العزيز، الآن وقد تسلم عقيل صالح الميزانية المعدلة، ما هي الخطوات القادمة؟ نعم كوثر، الخطوة القادمة بكل تأكيد هي عقد جلسة لمجلس النواب للمصادقة على اعتماد الميزانية لحكومة الوحدة الوطنية. بداية قبل نحو ربما 3 أسابيع أو أكثر أو يزيد بقليل كوثر، كان هناك جلسة لأعضاء مجلس النواب في مدينة طبرق بالتحديد، وذلك لمناقشة إمكانية أن يتم اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية أو الميزانية التي قدمت من حكومة الوحدة الوطنية التي بلغت 96 مليار دينار الليبي من قبل السيد عبد الحميد دبيبة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب. الكثير كوثر من الملاحظات كانت من أعضاء مجلس النواب حول هذه الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بمسألة بنود الصرف والإنفاق، أيضا فيما يتعلق بمسألة استحداث بعض أوجه للصرف منها بند الطوارئ على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بمسألة الصرف الموسع على المشاريع فيما يتعلق بالتنمية، الإسكان، وكذلك قطاع الكهرباء والمياه. طلب الكثير من أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بمسألة إعادة النظر في هذه الميزانية، ميزانية تقليص هذه الميزانية، خاصة بأن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة مؤقتة تنتهي في 24 من ديسمبر أواخر هذا العام. مساء يوم أمس وصل إلى مدينة القبة حيث مقر إقامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح وفدا وزاريا يمثل حكومة الوحدة الوطنية، ضم وزير ووكيل وزارة الداخلية، أيضا وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بالإضافة إلى وزير الكهرباء. تم الحديث على أين وصلت حكومة الوحدة الوطنية في مسألة توحيد المؤسسات وكذلك في تقديم الخدمات للمواطنين. ذكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح كوثر للوفد الوزاري الممثل لحكومة الوحدة الوطنية أن خلال الأيام القادمة سوف تدعو هيئة رئاسة مجلس النواب كامل أعضاء مجلس النواب عن الأقاليم الثلاث الشرق الغرب والجنوب لعقد جلسة رسمية، ربما سوف تكون في مدينة طبرق، ربما الأقرب أن تحتضن مدينة طبرق هذه الجلسة، وذلك للتصويت على بندين. بداية اعتماد الميزانية التي عدلت من قبل حكومة الوحدة الوطنية والتي خضعت كما علمنا كوثر إلى أكثر من 32 نقطة، ربما إعادة مراجعة أو إعادة تغيير وصياغة هذه النقاط أو الملاحظات التي صدرت عن أعضاء مجلس النواب، وكذلك فيما يتعلق بمسألة مناقشة اعتماد شغلي المناصب السيادية بعد أن وصلت القائمة التي أجرى عليها مجلس النواب التعديلات إلى رئاسة مجلس الدولة، بعد ذلك ترسل إلى مجلس النواب ربما خلال الأسبوعين القادمين، ربما بنهاية شهر رمضان الكريم أو بحلول عيد الفطر المبارك سوف يكون هناك جلسة لمجلس النواب لمناقشة هذين البندين. طيب، هل من تسريبات أو ربما مؤشرات بعد الأجواء التي سادت في لقاء الأمس تفيد ربما إذا ما كانت هذه المرة بالفعل سيتم تمرير هذه الميزانية؟ حسب المعلومات الأولية والاتصالات التي أجريناها مساء يوم أمس بعدد من أعضاء مجلس النواب كوثر، يمكن القول بأن رئيس مجلس النواب كان لديه بعض الاشتراطات على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، منها تخفيض الميزانية. هذا الأمر بالفعل قام به السيد عبد الحميد دبيبة، وكذلك فيما يتعلق بمسألة الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول المناصب السيادية. ربما الآن وفد مجلس الأعلى للدولة أو 13 الممثل عن مجلس الأعلى للدولة ويقابلهم بطبيعة الحال كوثر 13 ممثلين عن مجلس النواب فيما يتعلق بمسألة المناصب السيادية العليا، هناك اتفاق فاق 80% الآن، ربما الآن الحديث عن بعض التفاصيل منها مديرو الإدارات وكذلك وكلاء هؤلاء المناصب فقط، هذا هو المتبقي خلال ربما الأيام القليلة القادمة. كما علمنا هناك عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة أبدأ بعض التعديلات أو أبدأ بعض الملاحظات والتحفظ على بعض الشخصيات التي رشحت عن محافظ مصرف ليبيا المركزي. هذا المصرف هو من حصة إقليم برقة أو شرق ليبيا كما يعلم الجميع حسب المحاصصة المناطقية والجغرافية التي تمت في وقت سابق في بوزنيقة المغربية. هناك أجواء إيجابية بالفعل، العديد من أعضاء مجلس النواب، رئيس مجلس النواب ذكر أيضا للوفد الوزاري على ضرورة أن يتم اعتماد الميزانية وكذلك فيما يتعلق بالفصل القاطع والنهائي في شغل هذه المناصب. على ذلك سوف يكون هناك ربما جلسة مرتقبة بالفعل بحلول عيد الفطر المبارك لمجلس النواب للمصادقة على اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية المصغرة بعد التعديل، وكذلك اختيار شاغلين جدد للمناصب السيادية العليا في الدولة الليبية. عبد العزيز الفاخري مراسل غد، كنت معنا من بنغازي، شكرا جزيلا لك.